ايش فيك خوفتني؟ خشيتوا يا جمال؟ البارحة أو اليوم اللي سافر بيه؟ وانت ايش عليك؟ حكيت وياه أو ما حكيت؟ مالك علاقة. شو مضيعة؟ ايش عليك؟ قولي لي حتى أساعدك، أدور وياك. شو وقع منك هالمرة؟ كرامتك؟ ما راح أرد عليك. أوكي آسف. ما قدرت ألزم نفسي. يلا احكي لي جدد دورين. بما أنه هاي الساعة وبعدك هنا، معناها أكو شيء مهم ضايع منك. شنو هالمرة مخطط احكي لي؟ ضيعت قلادتي. زين هيجي؟ ارتاحت؟ صدق تحكي؟ ولو طبيعي تنسين، هو تنتقامش نسيتي. وقت على الشغلة الوحيدة اللي تربطك بأختك. ها سهيل، قعدتك؟ لا 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 قاعدة. أكو شي؟ لا ماكو شي. ما حصلتي جمال؟ صاير عليه شي؟ لا ما صاير عليه شي، بس تليفونه مغلق. قلت بلك عندك خبر عليه متواصلة وياه. ما اتصل بيه ولا رح يتصل أصلاً. شو فريدة؟ هاي سوالف مو عليها، أوكي سوينا على غيري. لا تخافين، رح يدور لألف حجة حتى يخابرك ويحكي وياك. بس أنت ما عرفتي وين رايح؟ شي خبر؟ أنا اللي مدوخني إنه مسافر واحدة. ما أدري. جوز كان يشتغل من الليل للفجر بقى واحدة. لهذا السبب سافر. ما أعرف، يجوز. فريدة، أنت قلت لجمال إنه انفصلتي عن مهنة؟ لا ليش؟ لا ماكو شيء. بس أنا أفضل لا تقولي له هسه لحد ما يجي، أوكي؟ أصلاً ما راح أقول له. وانت تعرف كل زين اني من عفت المهند مو على مود جمال، عفت لان اني اصلا ما قدرت احبه. فريده اني اعرفش اكثر من نفسك، فهمتي؟ على العموم اي خبر تحصلينه عن جمال تنطيني، اوكي؟ دقي لي تليفون، اي شيء سوي، اوكي؟ اكيد. وانت هم اذا عرفت اي خبر طمني، الله يخليك.